فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أختي ولله الحمد قد أسلمت أو استقامت حاليا، وتريد أن تدرس على امرأة الفقه والقرآن، لكنها لا تعرف عقيدة هذه المرأة التي ستدرس عليها، يقول: ما نصيحتكم لها في ذلك؟ تلتمس امرأة صالحة عالمة صالحة وعقيدتها سليمة، تلتمس. نعم.